أهلا ومرحبا بكم سادتي الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم ومضاة من التاريخ. موضوعنا لهذا اليوم الحياة الحزبية في العراق في عهد الانتداب. تعد مرحلة القرن التاسع عشر مرحلة لانطلاق الجمعيات والأحزاب السياسية، حيث لعب العراقيون دورا كبيرا في هذه الجمعيات والأحزاب، لا سيما العربية منها. وبالتأكيد كانت هذه الأحزاب تتماشى مع ظروف الواقع السياسي وقت ذاك، وجل ما كانت تهدف إليه هذه الجمعيات أبان تلك المرحلة كانت في حقيقة الأمر هي إعطاء هذه أو هذه المجاميع، لا سيما القومية العربية والعرب، حقوقهم داخل حدود الدولة العثمانية. بعد الحرب العالمية الأولى وبعد أن احتلت بريطانيا العراق، هنا نرى أن هذه الأحزاب تغيرت أهدافها. وطبعا نحن تحدثنا في مناسبات سابقة، قلنا بأن هذه الأحزاب قد تمر بأدوار استحالة، منها الواقع ومن ثم الفكر وبعدها هذه الجمعيات والأحزاب السياسية بمثابة أداة للتغيير. إذن هذه الجمعيات لم تكن غريبة على المجتمع العراقي، فجمعيات على الرغم من في بعض الأحيان أن هذه الجمعيات تأخذ أشكالا أخرى، يعني كان تكون مثلا جمعيات ثقافية في ظاهرها، إلا أنها في واقع الأمر هي جمعيات سياسية تهدف إلى تغيير واقع أفق استراتيجية معينة وأفق مراحل تكتيكية أيضا. إذن لم تكن هذه الأحزاب كما ذكرنا غريبة على المجتمع العراقي. فطبعا بعد أن استقر الاحتلال البريطاني وتحديدا بعد منذ عام 1919، نرى أن هذه الأحزاب أخذت أشكالا تتناسب وطبيعة المرحلة التي كانت تعيشها تلك الأحداث السياسية، لا سيما الأحداث السياسية في العراق، من خلال أن بريطانيا أرادت أن تتعامل مع العراقيين بشكل مباشر. وطبعا أتت هنا أيضا ثورة العشرين لتعطي رسالة للمحتل الغازي البريطاني بأنه لا يمكن حكم العراق بشكل مباشر. وبالتأكيد كانت ثورة العشرين إحدى الأسباب التي عجلت في إقامة الحكم الوطني بعد أن وجدت بريطانيا بأنها لا يمكن أن تحكم العراق بشكل مباشر. ففكرت بريطانيا بإقامة نظام حكم أسمته حكم وطني من أجل تمرير أهدافها ومصالحها. وبالتأكيد بعد أن وقع الاختيار على فيصل وتم تتويجه في 23 من آب من عام 1921 وقامت الدولة العراقية، إلا أن هذه الدولة نراها منذ قيامها قد كبلت من خلال المعاهدة التي اقترحت على أن تعقد بين العراق وبريطانيا. وطبعا نحن تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع. فقامت هنا أحزاب وجمعيات سياسية، أخذت حقيقة هذه الجمعيات السياسية أخذت وجهين. الوجه الأول هو هذه الأحزاب كانت أحزاب معتدلة، والأحزاب الثانية في حقيقة أمرها كانت أحزاب، دعنا نقول في مصطلحنا الآن، راديكالية، أرادت التغيير بشكل كامل وأرادت أيضا الاستقلال والخلاص من السيطرة الاستعمارية بوجه كامل. طبعا أيضا هذه الأحزاب السياسية هي أيضا نستطيع أن نقسمها إلى عدة أقسام، منها الأحزاب السياسية التي أجيزت قبل بدء الحياة النيابية. فمن بين هذه الحقيقة الأحزاب هو أولا الحزب الوطني العراقي،
وطبعا هذا الحزب كان معتمده العام جعفر أبو التمن الذي قدم طلبا مع مجموعة من رفاقه إلى وزارة الداخلية في 8 آذار من عام 1922، أي قبل صدور قانون الجمعيات. لم توافق وزارة الداخلية على هذا الطلب، مما حدا بهذا الحزب العمل بشكل سري. بعدها قدم جعفر أبو التمن طلبا آخرا إلى وزارة الداخلية في 18 من تموز من عام 1922، فأجازته وزارة الداخلية في 2 آب من العام ذاته. طبعا عندما أعلن قيام الحزب أكد في منهاجه أنه يعني الحزب الوطني هي المحافظة على استقلال العراق التام والناجز، وأيضا أكد على وحدة العراق بحدوده الطبيعية. طبعا هذا الحزب عندما استمر بعد هذه المرحلة وتحديدا في 23 آب من عام 1922 لمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب وتتويج الملك فيصل ملكا على العراق، وطبعا الحزب الوطني وأيضا حزب الشعب كان من بين الأحزاب الذين قاموا بالمظاهرات، وكان في حينها أيضا المندوب السامي سير بيرسي كوكس عندما زار الملك لذات الأسباب من أجل تقديم التهنئة للملك فيصل. نرى أن هذا العمل امتعض منه المندوب السامي، وأيضا قام، وطبعا نحن تحدثنا عن هذا الموضوع، قام المندوب السامي باعتقال قادة هذه الأحزاب، وأيضا اعتقل جعفر أبو التمن، وأيضا نفاه إلى جزيرة هنجام في الخليج العربي. نرى أن بعد هذا، يعني بعد هذه الأحداث السياسية، وأيضا حصلت بعض التغييرات بعد أن تم تغيير المندوب السامي، ونرى أن هذه الأحزاب قامت من جديد بأيضا ومن خلال جماهير الشعب وكذلك القوى الوطنية العراقية، طبعا رفض كما قلنا الانتداب رفضا تاما. طبعا أنا يطيب لي في هذا المقام أيضا أن أتحدث عن معنى الانتداب، لأننا تحدثنا الشيء الكثير لكن معنى الانتداب لا زال غير واضح لدى بعض جمهورنا الكريم. فالانتداب هو أيضا استعمار في صيغة جديدة، وصاحب طبعا هذه الفكرة هو سموتس الذي اقترح الفكرة لتسوية الخلافات والمصالح المتضاربة للحلفاء. طبعا ذكرنا أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأيضا كان الحلفاء أو دعنا نقول الدول المنتصرة أرادت أن تستفاد من هذا النصر الكبير، فكانت هناك أيضا تضارب في مصالحها مع مصالح الدول والأقوام والشعوب الأخرى. حيث ضمن الحقيقة المادة 28 من ميثاق عصبة الأمم، وهو الأخذ بيد الشعوب التي لا تستطيع الوقوف منفردة في معترك الحياة الجديدة، واعتبار سعادة هذه الشعوب وتقدمها وديعة مقدسة في يد العالم المتقدم. فطبعا هذا الكلام حقيقة غير منطقي وغير معقول، لأن بالتأكيد كما ذكرنا أن العراقيين استطاعوا أن يستفادوا من الأحداث السياسية لا سيما في القرن 19، وأيضا أصبح لدينا قيادات سياسية واعية، وأصبح أيضا الشعب العراقي في حقيقة أمره قادر على الوقوف للتصدي لأعباء الحياة السياسية الجديدة، إلا أن هذه الحجج هي من أجل تمرير المصالح الأجنبية لدول الحلفاء لا سيما بريطانيا في العراق. فأول ما يعني مع قيام الدولة العراقية نرى أنه تم اقتراح عقد معاهدة بين الدولتين
وهذه المعاهدة نحن بالتأكيد قرأنا على حضراتكم بعض موادها، رأينا أنها هذه المعاهدة هي تكبيل للشعب العراقي، وذكرنا أن ملك البلاد لا يستطيع أن يصدر إرادة ملكية بتعيين ضابط إلا بعد أخذ موافقة الملك البريطاني، وطبعا فضلا عن أن الوزارات العراقية والمؤسسات المهمة كانت أيضا فيها مستشار، هذا المستشار هو مسيطر على مقدرات هذه الوزارة، وكذلك الجيش، يعني كان هناك مفتش عام، وأيضا كان هناك كثير من الصيغ التي لا يمكن تجاوزها. فبالتأكيد هذه المعاهدة هي ليست معاهدة ولكن إملاءات من دولة قوية وكبيرة ومنتصرة على حساب دولة صغيرة. وطبعا نحن أيضا تحدثنا، قلنا أن المعاهدات عادة تكون بين النظائر المتساوية وليست بين دولتين، دولة قوية ودولة كبيرة ودولة صغيرة ضعيفة كالعراق. لذا نرى أن هذه الأحزاب السياسية، أنا أرى يعني من خلال وجهة نظري، أنها بدأت بداية صحيحة وكانت كبيرة في طروحاتها، وكانت أيضا تمتلك من النضج الكبير وتفهم معنى السياسة وتفهم ماهية هذه المعاهدة. ونرى أن يعني هو المفروض أنه تقام انتخابات ويظهر للعيان المجلس التأسيسي أو المجلس النيابي، والمجلس النيابي هو الذي يقوم بكتابة الدستور. نرى أن حتى الدستور كتب على ضوء وعلى هامش المعاهدة، وكأنما كل شيء بني من أجل المعاهدة. كذلك حتى أن نرى أن الحكومات التي قامت، يعني كثير من الحكومات، حكومة جعفر العسكري وحكومة عبد المحسن السعدون، نرى أن هذه الحكومات كأنها هيئت لتمرير هذه المعاهدة، وللأسف هذا ما حصل. ونرى أيضا أنه في المراحل اللاحقة، يعني ما بين عام 1924 وعام 1925 حتى عام 26، نرى ظهرت هناك كثير من المستجدات السياسية، منها مشكلة الموصل. والمشكلة الموصل أيضا استغلت أبشع استغلال من قبل الحكومة البريطانية ومن قبل أيضا السياسة البريطانية من أجل تمرير معاهدة أخرى لا تقل ضررا عن المعاهدة الأولى. إذا أدى الحزب دورا حقيقة مهما في عملية مقاومة الانتداب، ونتيجة لهذه المواقف نرى في 23 من آب من عام 1922 أدى بالمندوب سامي كوكس لحل هذا الحزب ونفي معتمده العام جعفر أبو التمن إلى جزيرة هنجام بعد أيضا مظاهرات كبيرة كما مر بنا. إلا أن الحزب بعد هذه المرحلة أيضا عاود نشاطه السياسي بعد إلحاح من قبل رفاق جعفر أبو التمن وتقديمه طلبا جديدا. وطبعا هذا الحزب الحقيقة استمر في عمله السياسي حتى عام 1228، وأيضا استطاع أن يشكل هيئة إدارية جديدة وأيضا يستمر في العمل. وطبعا أيضا كان له برنامج الحقيقة برنامج إصلاحي، أيضا من بين الأمور التي أراد إصلاحها هو التعليم، الزراعة، التجارة، الصناعة، كثير من الحقيقة الأمور التي يحتاجها البلد أبان تلك المرحلة. إذن كان حزبا ناضجا، له رؤيته، له منهاجه، له طريقة عمله، والأهم من كل هذا كان يقف بشكل كامل أمام السياسة البريطانية من أجل تحقيق أهداف العراق في عملية الاستقلال التام والناجز، وأيضا عدم التدخل في سياسة العراق بشكل كامل. يعني الحقيقة هنا أيضا بودي أن أذكر
أن التدخل البريطاني ليست على صعيد السياسة الداخلية حسب، حتى على السياسة الخارجية. يعني لا يمكن للعراق أن يعقد أي معاهدة مع أي دولة دون أخذ إذن أو موافقة الحكومة البريطانية، لا بل حتى منع التقارب العربي، لأن كما هو معلوم أن القارة العربية وقت ذاك أرادت، يعني كان هناك دائما منهج وحدوي، منهج قومي دعنا نقول، فأيضا منع أي تقارب بين أي دولة مع العراق من الأقطار العربية. وطبعا هذا التدخل الصارخ جعل حقيقة من الحزب يقف وقفة كبيرة ضد هذه الهيمنة البريطانية للشعب العراقي وللحكومة العراقية. إذا تبنى الحزب برنامجا إصلاحيا في الحياة الداخلية للعراق، فأيضا تبنى عملية إصلاح التعليم وتعميمه وإصلاح مناهجه، وأيضا تنشيط الزراعة، وأيضا ترقيتها عن طريق تقسيم الأراضي على الفلاحين، وأيضا إنشاء المصرف الزراعي، والعمل على تحسين أحوال العمال، وأيضا تأسيس الجمعيات والنقابات لهم، والاعتماد على الكفاءات العراقية الكبيرة، وإشغال الوظائف من الكفاءات من هذه الكفاءات دون تمييز، وتكوين أيضا جيش عراقي قوي يستطيع الذود والذب عن حياض هذا عن كيان هذه الدولة. وأيضا أنا أقول في هذه المرحلة يعني لا يمكن أن تتحقق هذه المسائل وهناك أيضا تدخل كبير، يعني نرى أن القوات البريطانية لا زالت موجودة، أيضا الهيمنة من خلال المستشارين كانت موجودة، أيضا نرى أن هذه المعاهدة التي أريد تمريرها، فضلا عن حتى الدستور القانون الأساسي للبلاد، نرى أن هذا الدستور كان أيضا مكبلا للسياسة العراقية وللدولة العراقية برمتها بكل مفاصلها. إذا هذه المسائل أو هذا المنهاج الذي تبناه الحزب من خلال نشاطه السياسي، يعني الحقيقة أصبح هناك تقبل شعبي وجماهيري ووطني من قبل جماهير الشعب، وأيضا هنا أيضا فتح باب الانتماء إلى هذا الحزب على أن يكون المنتمي للحزب بحدود يعني من بلغ 20 من عمره ومن ذوي الأخلاق الحسنة ومن ذوي التاريخ أيضا الزاهر أو التاريخ الجيد، من أجل أن يكون هناك بذرة صحيحة لهذا الحزب. وبالتأكيد يعني عندما يكون الحزب يقوم على وفق هذه الأهداف وهذه المبادئ وهذه القيم من أجل وأيضا الاختيار الصائب، بالتأكيد سيكون للحزب تأثيرا كبيرا. وطبعا نقولها للتاريخ أن هذا الحزب كان حزب الجماهير وحزب الأمة العراقية وأيضا حزب العراق العراقيين بشكل كامل، لأنه لم يهمل شيء، وأيضا أكد للبريطانيين بأن العراقيين قادرون على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وأنهم أيضا قادرين على تحقيق سياسة داخلية فضلا عن السياسة الخارجية والسياسة القومية. لأننا نقول أن مرحلة القرن التاسع عشر كانت مرحلة مخاض عسير لقيام الكيانات والدول التي قامت فيما بعد، على الرغم من التآمر الكبير لهذه القوى من خلال مؤامرة سايكس بيكو وتقسيم الوطن العربي إلى هذه الأجزاء، ليست العرب حسب، حتى بقية القوميات، يعني حتى الكرد
تم تقسيمهم إلى أربع يعني قسموا بين أربع كيانات دول من أجل تجزية نضالهم من أجل تحقيق أهدافهم. فنرى أن هذا عملية التقارب التي أيضا أراد منها هذا الحزب وأراد من العراقيون، نرى أيضا كان هناك وقوف بالضد من هذه المشاريع. في جانب العمل القومي أيضا نرى أن للحزب مواقف كبيرة. طبعا كان هناك بالتأكيد أهم مسألة هي في النضال العربي هي القضية الفلسطينية، وبالتأكيد أنه بعد الحرب العالمية الأولى هو خرج تصريح بالفور الذي هو بمثابة وعد لليهود بإعطائهم وطنهم الموعود. وطبعا هنا أيضا أود أن أقف، دائما نقول وعد بالفور وعد بالفور، الصواب هو تصريح بالفور والذي هو بمثابة وعد. وأيضا يطيب لي أن أتحدث عن هذا التصريح وأقول أن هذا التصريح ليس بريطانيا بل هو أمريكيا، وتم دفعه إلى بريطانيا وإلى وزارة الخارجية إلى أرنست بلفورد لإعلانه. وطبعا هذا التصريح كتب من قبل لويز برانديز أحد القانونيين اليهود الأمريكان. وطبعا هذا الرجل هو أول قانوني يكون عضوا في المحكمة الأمريكية العليا. وأيضا كتب هذا التصريح في تشرين أول من عام 1917. وأيضا كان هناك أيضا نرى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون كان بموافقته الضمنية دون أن يعترض عليه، وتم دفعه إلى الخارجية البريطانية ليعلن للملأ كتصريح بريطاني بإعطاء وعد لليهود بإقامة دولتهم. إذن نعود إلى موضوعنا، فالسياسة البريطانية الحقيقة كانت منحازة بالكامل، والغرب كان منحازا بالكامل باتجاه يهود فلسطين، اليهود المتواجدين في فلسطين، فضلا عن فتح الهجرات الكبيرة. وأيضا نرى أن في مراحل لاحقة كما سنراها إن شاء الله عند الحديث عن هذا الموضوع، أن حتى البريطانيين عندما غادروا فلسطين كانت معسكراتهم ومعداتهم كلها سلمت لليهود، نظير التجديد ومقاومة الثورات العربية. وطبعا أيضا سيكون لنا سنفرد موضوعا كاملا عن الثورات العربية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1919 وحتى عام 1939. هذه الثورات الحقيقة قد لاقت من المقاومة الكبيرة من قبل القوى الغربية والاستعمار أيضا الغربي باتجاه فلسطين. وأيضا أعود أقول أن اليهود استطاعوا الاستفادة من الحربين الكونيتين الأولى والثانية، فكانت الأولى هي بمثابة إعطائهم هذا التصريح الذي هو بمثابة وعد وبإقامة دولتهم، والحرب العالمية الثانية أعطت لليهود كيان دولتهم. إذن كانت هذه السياسات كلها برمتها كانت ضد التطلعات العربية. وطبعا العراق يعد في مقدمة هذه الأقطار العربية التي نالت ما نالت، وأيضا قدمت للسياسة القومية الشيء الكثير. استكمالا أيضا سياسة الحزب ولسيره ومنهاجه، نرى أن الحزب أصدر أيضا جريدة صدى الاستقلال. وطبعا هذه صدر العدد الأول من هذه الجريدة في 15 من أيلول من عام 1930. وطبعا هذه الجريدة شكلت حملة قوية ضد سياسة نوري السعيد
وسعيها لعقد طبعا المعاهدة الثانية، كما هو معلوم أن هناك معاهدة 1922 وأيضا معاهدة 1927 أيضا التي لم تختلف أو لم تختلف بمضمونها عن المعاهدة الأولى من أجل تمرير المصالح البريطانية. طبعا قامت هنا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية نور السعيد، بإغلاق هذه الجريدة، مما اضطرها أن تصدر جريدة أخرى باسم صدى الوطن، وذلك في 25 من عام 1930. أيضا استطاعت أن هذه الجريدة أن تكون لسان حال الحزب، وأيضا قامت بفضح سياسات الحكومة تجاه هذه المعاهدات ومواقفها تجاه العراق. على الرغم من أننا نتحدث عن الحياة الحزبية في مرحلة الانتداب، إلا أننا نرى أن هذا الحزب استمر في نشاطه السياسي في عهد الاستقلال، يعني حتى بعد مرحلة الانتداب، كما سنتحدث عنه في لقاءات قابلة إن شاء الله. الجمعية الثانية أو الحزب الثاني والجمعية الثانية، جمعية النهضة العراقية، أيضا هذه الجمعية التي تقدم أمين الشرشفتي وزملائه بطلب إلى وزارة الداخلية أيضا بافتتاح جمعية، الحقيقة كانت أدبية في بادئ أمرها، باسم النهضة العراقية في أوائل آب من عام 1921، فلم تحصل على الإجازة كما هو معهود، إلا أنها أجيزت بعد عام من هذا التاريخ، وتحديدا في 19 من آب من عام 1922، وقد انتخب الشرشفتي معتمدا عاما لها. طبعا أيضا تضمن منهاج هذه الجمعية الدعوة إلى توطيد دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي، تحقيقا أيضا لرغائبه، وأيضا تحقيقا لرغائب الحكومة، طبعا من نقول الدولة بكل مفاصلها، يعني الحكومة وأيضا الملك وكذلك بقية مؤسساتها، وأيضا أرادت أن يكون هناك ملكية دستورية ديمقراطية. طبعا أرادت لهذه الأمة أو الأمة العراقية أن تكون من الأمم المتقدمة على صعيد العالم ماديا ومعنويا من خلال تنفيذها لمنهاجها. دعنا نقول أن هذه الجمعية لم تخرج عن أهداف ومنهاج الحزب الذي سبقها، إلا أنها أيضا كانت بمثابة عامل آخر يصب في عملية تحقيق السياسة العراقية من أجل تحقيق السيادة وأيضا إنجاز الاستقلال بشكله التام. فإذا كانت هذه الجمعية تسير بذات النهج الذي نهجه الحزب الذي الحقيقة لم يسبقه، إلا أنهم عاشوا بذات الفترة. وأيضا هذه الجمعية أيضا قاومت الانتداب البريطاني، وقد حلت معه في أواخر عام آب 1922. طبعا هنا نذكر يعني في 23 من آب عام 1922 كانت الذكرى الأولى لتنصيب وتنصيب الملك فيصل، فهذه الحقيقة المناسبة يعني استثمرت من قبل القوى السياسية، وأيضا قدمت مذكرات للملك بضرورة ما تريده أو يعني أهداف الشعب ضد السياسة البريطانية. وطبعا كنا قد ذكرنا
أن خلال هذا التجمع وهذه المظاهرات جاء المندوب السامي وقت ذاك بيرسي كوكس، وأيضا رأى هذه المظاهرات ولم يعجبه الأمر كما قلنا في مناسبات سابقة، مما حدا به بحل الحزب الأول وأيضا إبعاد بعد أن قام باعتقال قادة هذه الأحزاب والجمعيات وأيضا نفيهم إلى جزيرة هنجام في الخليج العربي، حيث اعتقل أمين تشرشفشي المعتمد العام لهذه الجمعية بعد أن أبعد إلى هذه الجريدة عفوا الجزيرة. وأيضا استطاع الحقيقة أو استطاعت القوى الاستعمارية في وقتها النيل من هذه الأحزاب ومن القوى الوطنية، وبالتأكيد لا يمكن أن تكمم أفواه العراقيين وأفواه هذه الجمعيات والأحزاب السياسية، لأنها لسان حال الشعب وأيضا تبغي تحقيق أهداف هذا الشعب. عادت طبعا إلى ممارسة عملها السياسية بعد عامين وتحديدا في عام 1924، وطبعا أيضا بذات النهج. طبعا هنا أيضا انتخبت هيئة إدارية جديدة، وأيضا أعيد انتخاب الشرشفشي معتمدا عاما لها، وطبعا نشطت هذه الجمعية خلال الانتخابات النيابية في العراق، فطالبت باحترام الحرية الشخصية وسلامة حرية الانتخابات، وطبعا حاولت أيضا الجمعية تنشيط عملها السياسي في عام 1927، فأجريت أيضا انتخابات لهيئة إدارية أيضا جديدة ضمت بعض العناصر النشيطة على المستوى الوطني مع إبقاء الشرشفشي معتمدا عاما لها. أيضا استطاعت هذه الجريدة من أن تصدر العفو الجمعية أن تصدر جريدة جديدة باسم جريدة النهضة في العاشر من آب من عام 1927، وطبعا وقفت هذه الجريدة وقفة معارضة لمفاوضات المعاهدة، كما ذكرنا قبل قليل أن معاهدة عام 1927 أيضا كانت تلوح في الأفق، فوقفت هذه الجمعية وقفة كبيرة ضد هذه الجمعية، مما حدا بالسلطات من إغلاق هذه من تعطيل هذه الجريدة في 22 من تشرين أول من عام 1927، وبدأ تأثير الجريدة الحقيقة بالانحسار، وذلك لم تستطع منافسة الأحزاب البرلمانية الأخرى، لأن كما سنرى أن هناك كثير من الأحزاب أحزاب برلمانية، يعني مثلا عندما وجدت بريطانيا أن هذه الأحزاب تقف بالضد منها، قامت بمثلا ابن عبد الرحمن النقيب أيضا شكل حزبا برلمانيا، هذا الحزب نرى أنه سرعان ما أيضا اختفى بعد زوال الوزارة النقيبية الثالثة. يعني هذه الأحزاب الحقيقة ظهرت لأسباب معينة، هذه الأحزاب النيابية. نأتي هنا إلى أيضا حزب آخر، هذا الحزب هو الحزب العراقي الحر العراقي. هذا الحزب طبعا بعد إغلاق الحزب الوطني العراقي وجمعية النهضة في 23 من آب 22 من قبل المندوب السامي، أوعز الأخير إلى محمود النقيب بن عبد الرحمن النقيب، أكبر أنجال عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزارة عراقي. طبعا هذا تم الإعاز له بتأليف أيضا حزب معتدل يعمل على سياسة والده، وقد أجيز
الحزب الحر العراقي في 3 أيلول من عام 1922، ويعتبر هذا الحزب أول حزب حكومي يؤلف في تاريخ الملكية. وطبعا ضم بعض ذوي القرابة والعلاقة والإقطاعيين والأسر المعروفة. يعني عندما نتحدث عن هذا الحزب ونرى مكونات هذا الحزب بالتأكيد تتوضح لدينا الصورة عن ماهية هذا الحزب ومنهاجه وبرامجه. وأيضا نرى أن هذا الحزب، الحزب الحر العراقي، أيضا أصدر جريدة ناطقة باسمه، هي جريدة العاصمة، ودعا الحزب في منهاجه إلى المحافظة على استقلال الحكومة الدستورية الملكية النيابية الديمقراطية والنهوض بها إلى مصافي الأمم الراقية والسعي من وراء تبادل المنافع مع الدول والأقطار الأخرى. طبعا هذا الحزب أيضا كان مثار سخط للجماهير العراقية بشكل تام، فضلا عن الرأي العام حيث تم نقده. وطبعا ضعف هذا الحزب لا سيما بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة في 14 تشرين الثاني من عام 1922، وأيضا توقفت جريدته عن الصدور في 24 من آب من عام 1922، وبذلك انتهى وجود هذا الحزب مع انتهاء المهمة التي أنيطت به. الحزب الرابع الآخر الذي نتحدث عنه في هذه المرحلة هو حزب الأمة. بعد تصديق المجلس التأسيسي للمعاهدة العراقية البريطانية والقانون الأساسي العراقي وقانون انتخاب النواب، رأى فريق من رجال الحركة الوطنية، وطبعا أغلبهم من الشباب، بتأسيس حزب لا سيما من المحامين، فأيضا تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس حزب سياسي تحت مسمى حزب الأمة، لأنه ضم أكثريته. الحقيقة هو سمي في وقتها حزب الشباب لأنه ضم أكثرية من الشباب، من المحامين الحقيقة الشباب والمتخرجين حديثا. وأيضا هذا الحزب أيضا استطاع أن يفتح له فروع عديدة في أماكن أخرى، مثلا في النجف وأبو صخير وسوق الشيوخ والحلة وكذلك كربلاء. طبعا هنا أيضا الحزب أوضح في منهاجه سعي لتأييد الاستقلال التام للدولة العراقية الملكية، ليتبوأ مركزه الدولي الذي يليق به، وأيضا العمل على إجراء التعديلات المطلوبة في المعاهدة العراقية، في الدستور العراقي، في أيضا في قانون الانتخابات. إذا هذا الحزب كما هو معلوم، يعني عندما قلنا جله من الشباب وخاصة المحامين، بالتأكيد لديهم رؤى أنضج من بقية من امتهن العمل السياسي. نرى أن هذا الحزب هو يعد من الأحزاب التي قدمت منهاجا يتماشى مع التطلعات العراقية وكذلك السياسة العراقية سواء الداخلية والخارجية. وأيضا أكد على حقوق العراق التاريخية في ولاية الموصل. عندما أثيرت ولاية الموصل هنا أصبح الموقف يحتاج إلى توضيح. هذا الحزب الحقيقة تحديدا في عام 1925 عندما فشل في عملية الانتخابات، نرى أن أعضاء هذا الحزب استقالوا من هذا الحزب
وتقدموا أيضا بطلبات أخرى لحزب الشعب وحزب التقدم. وطبعا بهذه الصورة نرى أن هذا الحزب اختفى من على الساحة السياسية. النقطة الثانية الحقيقة من الأحزاب هي الأحزاب السياسية التي ارتبط ظهورها بقضية الموصل. نحن قلنا الأحزاب السياسية عادة عندما تتشكل نتيجة لظهور بعض الظواهر أو دعنا نقول المشاكل السياسية. فهنا نرى أن الأحزاب السياسية أيضا عندما ظهرت مشكلة الموصل ظهرت لدينا أحزاب، وطبعا معظم هذه الأحزاب في حقيقة أمرها أيضا ظهرت في الموصل. وكما مر بنا في لقاءات سابقة قلنا أن مشكلة الموصل بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد هدنة مودرس في 30 من تشرين الأول وقيام القوات البريطانية باحتلال الموصل ورفع العلم فوق بناياتها في 8 من تشرين الثاني من عام 1918. نرى أن هذا وطبعا كان هناك عدة تبريرات ما بين تركيا الحديثة أو تركيا أتاتورك وما بين بريطانيا، فكان هناك الحقيقة من خلال الهدنة أنه من حق القوات الحلفاء أن تحتل أي نقطة تكون ذات أهمية سوقية. المهم في الأمر بعد ظهور هذه المشكلة، وأيضا كان هناك النشاط في أوجه في عام 1924، نرى تشكل حزب الاستقلال العراقي في 11 من أيلول من عام 1924، وأوضح نظامه الأساسي بأن غايته الاستقلال التام للقطر العراقي بحدوده الطبيعية أيضا، ورفع شعار العراق المستقل لا يتجزأ. كما تألفت أيضا جمعية الدفاع الوطني أيضا في 25 من كانون الثاني من عام 1925، وأيضا غاية هذه الجمعية هي المحافظة على ولاية الموصل بحدودها الطبيعية كونها عراقية وجزء لا ينفك من العراق بكل الوسائل المشروعة، واتخاذ ما يمكن من التدابير لتثبيت هذه الغاية بصورة قطعية. ويجوز أيضا الحزب الوطني العراقي في الموصل في أيار من عام 1900 وأيضا 25، ودعي إلى التمسك بالوحدة العراقية والاستقلال التام. أدت الأحزاب في الموصل دورا كبيرا في التعريف بحقوق العراق التاريخية والجغرافية في ولاية الموصل، وتوعية الجماهير الشعبية إلى أهمية الدفاع عنها. وعندما وصلت اللجنة الدولية إلى الموصل في أوائل عام 1925 وبقت الحقيقة إلى آذار من عام 1925، كان لهذه الأحزاب دورا كبيرا في إيصال حقيقة الأمور، وأيضا استطاعت هذه الأحزاب أن تحقق أهدافها. هذه الأحزاب حقيقة لم تستمر، يعني بعد انتهاء مشكلة الموصل وتحديدا في عام 1926 انتفت الحاجة لمثل هذه الأحزاب، فهذه الأحزاب انتهت مع نهاية مشكلة الموصل. أخيرا نتحدث عن الأحزاب البرلمانية التي ظهرت مع بدء الحياة النيابية. من بين أولى هذه الأحزاب الحقيقة كان هو حزب التقدم، فكان على وزارة عبد المحسن السعدون الثانية التي شكلت في 26 حزيران من عام 1925 أن تعمل على مباشرة الحياة النيابية في العراق بعد أن أجريت الانتخابات النيابية في عهد وزارة الهاشمي. وطبعا أيضا هذا الحزب أو حزب التقدم
كان مهيمنا عليه في حقيقة أمره هو ياسين الهاشمي. لدينا الحزب الآخر هو حزب الشعب. طبعا شكلت المعارضة في مجلس الأمة أيضا حزبا بزعامة ياسين الهاشمي. وطبعا هذا الحزب هو الحقيقة حزب الشعب الذي أسس في الثالث من كانون الأول من عام 1925، وضم في عضويته بعض الشخصيات السياسية والبارزة التي حصلت على شهرة من خلال مجالات المختلفة، فقد تولى خمسة منهم منصب الوزارة. طبعا هنا أيضا كان يعني هناك توضيح أنه عندما يتولى أحد الأشخاص الحقيبة الوزارية عليه أن يكون إما أن يكون نائبا في البرلمان أو في مجلس الأعيان، وعندما لم يكن كذلك يبقى ستة أشهر في موقعه ثم يغادر. أيضا هذا الحزب يعني حزب الشعب أيضا أسس له جريدة ناطقة بلسانه هي نداء الشعب، وقد عملت الجريدة على معالجة القضايا الداخلية والعربية والدولية. ففي المجال الداخلي دعت الجريدة إلى معالجة أزمة البطالة والكساد وإنشاء المشاريع المختلفة التي تطلب أيادي عاملة كثيرة، إصلاح النظام إصلاح نظام التعليم، أيضا بما يقوي طبعا الروح الوطنية. يعني هناك نظام التعليم هو أهم أو أخطر جهاز لتنفيذ مشاريع هذه الدولة. طبعا هنا هذه الأحزاب التي تحدثنا عنها والتي شكلت في حقيقتها وفق احتياجات المجتمع، نرى أن هذا الحزب في نهاية أمره تدهور لأسباب: أولا ضعف الانسجام بين الأعضاء، النقطة الثانية دخول ياسين الهاشمي في الوزارة العسكرية. طبعا ياسين الهاشمي عندما دخل الوزارة ترك الحزب، مما حدا بهذا الحزب أن يضعف ويتلاشى وينتهي. طبعا الأحزاب التي قامت في مرحلة الانتداب الحقيقة كانت متشابهة في أهدافها إلى حد كبير، فكانت معظمها تنشد الاستقلال التام وأيضا التحرر من الانتداب وأيضا ضرورة تحقيق الدخول في عصبة الأمم كدولة مستقلة، فكانت متشابهة الأهداف. النقطة الأخرى أيضا يمكن القول أيضا أن معظم تلك الأحزاب كان قائما على العلاقات الشخصية للأعضاء ومناهجها أشبه ما يكون بمناهج الوزارات التقليدية، وكانت تنهار بسرعة نتيجة لإرهاب الحكومة. هنا أيضا بودي أن أوضح نقطة مهمة، هي أن الدولة العراقية منذ قيامها في عام 1921 وحتى قبلها يعني الوزارة الانتقالية، هي أن دائما هناك طبعا فصل بين التشريعية والتنفيذية، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نرى أن دائما السلطة التنفيذية هي أقوى من السلطة التشريعية، وهذا أيضا أدى إلى حقيقة كثيرا الخروج عن أهداف والمبادئ العامة. فعندما تكون الحكومة أقوى من البرلمان، يعني كان ينبغي أن يكون البرلمان هو أولا الراعي للعملية السياسية وأيضا أن يكون عمله رقابي، نرى أن السلطات التنفيذية هي أقوى من السلطات التشريعية، يعني أقوى من البرلمان وكان أقوى أيضا من مجلس الأعيان. لذلك نرى أن عدم تحقيق هذه لا سيما هذه الأهداف
لأهدافه، لأن بعض الحقيقة بعض الأحزاب التي ظهرت وسنتحدث هنا عن الأحزاب الأخرى أنها كانت أحزاب السلطة، أحزاب الحكومة، فبالتأكيد كانت تسعى لتعزيز مكانة السلطة التنفيذية يعني الحكومة، وأيضا كانت هذه الأحزاب لا تحقق الأهداف المرجوة ولا تستطيع من تنفيذ منهاجها، فنرى في كثير من الأحيان أن السلطة التنفيذية هي الأقوى على طول خط الحكومة منذ تأسيسها في 21 وحتى عام 1958. إلى هنا سادتي الأكارم نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقيكم في حلقات جديدة من برنامجكم ومضات من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.